السلام عليكم. هاد اليومين الدراسيين اللي جمعنا فيهم وكالة الأسفار ديال المغرب من جميع جهات المملكة، وهاد اليومين الدراسيين اعتمدوا أساسا على أولا النقطة الأولى، وهو أنه عرفنا بالمنطقة الأكادية سوس ماسة، وعرفنا بمخطط المحيكي لمدينة أكادير الجديد في إطار إعادة هيكلة الحضارية لمدينة أكادير، والثاني التعريف بالوجهة السياحية الجديدة ديال تغازوت. والبارح تمكننا أنه نتعرفوا من خلال المجلس الجهوي ومن خلال المجلس الحضري لمدينة أكادير نتعرفوا على مخطط المهيكل والأشغال اللي كاينة دابا. راه كتعرفوا نتوما بلي أكادير الحمد لله كلها ورش كبير، وقول وكالة الأسفار عرفناهم بلي أكادير إن شاء الله غدا غتكون من أحسن الوجهات السياحية على الصعيد البحر الأبيض المتوسط. واليوم ومشينا واشتغلنا في تغازوت ودمنا الزيارة لجميع الفنادق ديال تغازوت وعرفناهم بالمنطقة الجديدة، وصراحة كانوا منبهرين بالإنجاز الجميل وبجمالية المنطقة ديال تغازوت. تغازوت كوجهة سياحية شاطئية جديدة اللي غادي تعطي واحد الدفعة كبيرة للسياحة في المنطقة ديال أكادير سوس ماسة. واليوم الثاني كان يوم تقني محض اللي طرحنا فيه التعريف بوكالة الأسفار المغربية الدور ديالها في إطار الترويج والتعريف بالمنتو السياحي المغربي وعلى الصعيد الوطني وعلى صعيد أكادير سوس ماسة، وثانيا باش نعرفوا شنو هي الإكراهات وشنو هي الآفاق ديال وكالة الأسفار، يعني أن وكالة الأسفار الدور ديالها رئيسي سواء على مستوى التوزيع على مستوى فبركة المنتوج السياحي أو على مستوى التوزيع ديال المنتوج السياحي من خلال منصة تكنولوجيا جديدة. لذلك اليوم الدراسي اليوم كان جد مهم بزاف بزاف بزاف، وهذا غادي نعتمدوا عليه كوثيقة أساسية للطلبة وللناس اللي كيهتموا بالقطاع السياحي وبصفة عامة والقطاع ديال وكالة الأسفار بصفة خاصة. وشكرا. احنا جينا باش نشاركوا في اول مؤتمر الخاص بوكالة الأسفار، اللي تنشكروا المجلس الجهوي للسياحة في أكادير اللي هي انضمتو، واللي اول مرة غادي نعيروا الاهتمام يعني خصوصا و100% الوكيل الأسفار المغربي اللي في الآونة الأخيرة انه حسينا انه تهمش وتقصى، وخصوصا بعد جائحة كورونا، لان احنا شفنا لان فاش خرج الدعم للقطاع السياحي ككل لقينا ان وكالات الاسفار لم تذكر باي شكل من الاشكال في مخطط الدعم التجاري اللي هي قررته الحكومه. احنا ماشي مصريه، احنا ما تنبيعوش ونشريو في شي حاجه غادي نشريو صندوق شي حاجه وغادي نبيعو هنا، لا، احنا تنكونوا برامج تنعرفوا ببلاد اللي عندها تاريخ. وكل الأسفار راه هو تعرف بلاده كافة، أما الفندق راه تعرف غير الفندق ديالو فقط، يعني هذا وكل الأسفار راه خصو واحد التفاتة قوية وخصو دعم وخصو مواكبة. C'est une journée, je pense, extraordinaire qui est organisée par le CRT. L'objectif étant en fait de mieux valoriser le métier d'agent de voyage qui est pour l'instant, qui reste quand même, connaît pas en fait la valeur, je dirais, connaît pas vraiment le véritable intérêt qu'il mérite. Donc l'objectif est aussi de replacer en fait ce métier extrêmement intéressant dans la chaîne de valeur touristique, parce qu'un agent de voyage il fait travailler l'hôtelier, le restaurateur, les guides, les sociétés de transport. C'est des échanges extrêmement intéressants et des thématiques, je dirais, qui sont en phase avec l'évolution technologique que connaît ce secteur d'activité. Et je pense que c'est une belle expérience qui devrait davantage être développée et repris un peu partout. Merci.